انا كنت معوز حاجه ايام الانتخابات اطلبه اقول له تعالى لي يا فلان، يجي لي المكتب اقول له اعمل كذا وعملنا كذا، طب هات لي ده بتاع مش عارف ايه. عارفه كلمني في التليفون في البيت على الموبايل يقول لي ايه؟ معالي الوزير يعني لو حضرتك بعد كده احتجتني يا تكلمني في التليفون يا تبعت لي ايميل، بلاش تقول لي تعالى لي. ليه يا ابني؟ قال لي 10 بعديها باخد من اسبوع لاسبوعين بهدله من مديري ومدير مديري. رحت الوزير ليه؟ قال لك ايه؟ قلت له ايه؟ وبداوا يوروا له ايام يعني خلاص. الواد بيكلمني يعني المهندس ده بيكلمني بيقول لي لو سمحت ما تطلبنيش في المكتب عندك عشان انا بتعذب بعديها. الى هذه الدرجه فكره انا رئيسك المباشر، انا رئيسك المباشر وانت ولا تروح للوزير ولا تروح لحد ولا لك دعوه. على فكره ده اللي بيعمل الشغل مش هم. ف الطبقات القديمه دي طبعا انا مش عايز الومهم برضو لسبب احنا اللي اثرنا تجاه. انا لما في مؤسسه حكوميه كنت بشتغل فيها سالت مره كان عندي 300 شاب سالتهم اللي خد اي تريننج اي تدريب في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا يرفع ايده، ولا واحد. مش بقول لحضرتك سنه، ثلاث سنين. في الشركات اللي انا اشتغلت فيها الشركات العالميه المدير لو ما اداش تريننج معين عدد ايام معينه من الاسبوع للناس اللي عنده كل واحد هو اللي بيتجازى، لان معناتها ان الشخص ده مش هيتطور. تعرف تشتغل على الكبار خلاص ولا الامل في الشباب بقى في جزء كبير منهم خلاص؟ بص انا بتكلم بصراحه بقى يعني عايزين لا في جزء غير قابل على الاداء ده غير قابل ان هو يتغير بالذات في اللي هم في الخمسينات وكده، ده غير قابل يتغير خلاص، هو اتعود على كده سنين طويله وهي دي طريقه الشغل اللي هو بيعرف يعملها. طب قول لي يا فندم، عندنا اجهزه رقابيه عده ما اعرفش والله 17 20 حاجه زي كده يعني رقم مهم، وفي نفس الوقت الكشف عن قضايا فساد بيحصل والرقابه الاداريه شغاله والنيابه الاداريه كله، بس مش بحجم وقائع الفساد الكتيره يعني برضو احنا محتاجين ايه يعني؟ هل بكتر الاجهزه الرقابيه ولا بالاداء ولا بالقوانين ولا اليات مش موجوده في ايد الناس؟ خليني اقول لحضرتك حاجه برضو، اولا يعني فرصه ان انا يعني اشكر الرقابه الاداريه على المجهود الكبير اللي معمول الفتره اللي فاتت الحقيقه يعني، وفي قضايا منها انا كنت قريب منها قوي وحاجه يعني وقضايا المسؤولين كبار، فدي اللي معلمه وسمعه قوي عند الناس. الناس ممكن تبقى حاسه ان الفساد زاد عن زمان. خليني اقول لحضرتك وانا بقى دي شغلتي او ده الجزء اللي انا مهتم بيه، لا الفساد ما زادش بس هو ابتدى يتم كشفه. عايز اقول لحضرتك كان في كلمه اتقالت لي من مسؤول قبل الثوره، يعني بيتكلم على اللي قبل الثوره قبل 25 يناير. قال لي القياده السياسيه ما كانتش عايزه تبين ده. كده بالظبط. النهارده كل الموظفين وكل المصريين عارفين ان القياده السياسيه مش عايزه يبقى فيه فساد ومش هتسيب حد ايا كان مركزه. شفنا بعد الثوره وزراء اتحاكموا، وزير زراعه اتحاكم واتسجن. شفنا مستشارين في القضاء، شفنا حاجات عمرها ما حصلت في مصر. هل دول هل ما كانش عندهم فساد قبل كده؟ كان عندهم بس ما كانش بيبان وما كانش بيظهر. النهارده الاجهزه الرقابيه شغاله وبالذات الرقابه الاداريه شغاله بقوه وقدرت توصل لبعض القضايا اللي كان من الصعب نائب محافظ او نائبه محافظ قضايا كتير قوي. بس خليني اقول لحضرتك حاجه، ان لو حضرتك بتسالني رايي هل الفساد دلوقتي اكتر ولا مثلا في 2007 و2008 و2009؟ 100% قبل كده كان اكتر بكتير. بس اللي حصل دلوقتي قدام الناس ان بتظهر قضايا كثيره فيقول لك ده الفساد زاد. الفساد ما زادش، هو الكشف عن الفساد هو اللي زاد. لان قبل الثوره كانت بتحصل حاجات لا يمكن حد يتخيلها. احنا عندنا قبل الثوره واحد رئيس هيئه كان الهيئه بتاعته او المؤسسه بتاعته حكوميه موجوده في قصر من الاصول بتاع زمان اللي بيدوها للاماكن العموميه، وكان بيبني بيت في التجمع، فهو داخل خارج عاجبه البوابه التاريخيه بتاعت هذا القصر. ما تقولش فكها، خدها. لا اله الا الله. جاب واحد في ويك اند شال دي وحط واحده فورفر جي كده منهم ثلاث تعريفه، كتر خيره وخدها. وعلى حسابه والله ما كلمش ده ولا حاجه. وخد البوابه ركبها عنده في الفيلا. الى هذه الدرجه كنا وصلنا. في تبجح